هلا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم بفيديو جديد وغريب كلكم راح تحبوه، لان اكيد كنا نحب المكياج. مؤخرا شفتوا نزلت اعلانات على الفيس والانستا انه صفحات تبيع مكياج بالكيلو وزن. لا تستغربون اللي ما شايفين الاعلان، اي بالكيلو، وانه هو تصفيه مولات من براندات عالميه معروفه. اكيد كنا متخوفين انه نجربها لانه ما نعرف اذا كان اصلي او كوبي. فبصراحه من زمان انا شفت الاعلان لكن متردده، بعدين فكرت انه اشتريها واجربها وافيدكم بها. يلا نشوف شنو اشتريت. وصلني المكياج بهذا الشكل وهذا الوصل اللي اخذته بيه. اكيد راح احكي بكل مصداقية وامانة مثل ما تعودنا عن المكياج. طبعا تفاجأت بالباكيجينج مثل ما تشوفون، هذه البرشز اللي هي من براند فيكس بلاس واللي هو اعتقد براند كوري. هذا الكيس المخمل اللي جاية بيه، بس اللون كفاية يعني بين الكواليتي حلو. البرشز ايضا لونهم كلش راقي ومميز. طبعا هذا شكلها، متكونه من برشز حجم كبير اللي هي هذه، محفوظه بهذا الكيس اللي يكون مثقب، والشعيرات مبينه طبيعيه وكلش ناعمه ولطيفه على البشره. هذا المهم، وهذا الكيس لا تتخلصون منه لان كلش مهم يحفظ شكل البرشز بعد الغسل. طبعا هذا عدد الفرش الكبيره تقريبا 5 مثل ما تشوفون، اما الصغيره انا طبعا ما حسبتهم، تقريبا 8 اعتقد، يعني تطلع 13 فرشه. وهذا شكلها. بعد ما كملت تصوير الفيديو، واحدة من البرشز الحجم الصغير انسحبت الشعيرات كاملة من الداخل، فما حسيت الكواليتي انه هو قوي لهذه البرشز. هذه ملاحظتي عليها. واخذت باليت الشادو هذا من زويفة اللي اسمه اريستو. شوفوا الباكيجينج مالته، الويب سايت، التفاصيل، الاكسباير، كلها يعني توضح انه الكواليتي جدا عالي. هو صحيح ما دخل باركود هذا الباليت، لكن يعني تشوفونه انه كامل المواصفات الصراحة. ونشوف الألوان مالته، يعني كلش أحتاج الأورنجيات، البصل، المشمشي، الخوخيات، كلش أحتاجها يوميا. هي متكونة من الصف الأسفل يكون شمر بلمعة، وهذا الصف الأعلى مات، وأكو تطابق بين الألوان. نسوي سواتشز. باعوا هذا اللون، انبهرت بالدرجة، رائعة يعني، كنت أتمنى ألقى هيج درجة. وهذا فتشي يعني كلش أحب هذا اللون. هذا مو بس حبيته، عشقته، والجوزي كلش رائع. فيعني بدون برايمر، بدون فيكس بلس، بس اقرب لكم الوضوح وقوة الالوان. يعني بصراحة انبهرت بالباليت، كلش كلش حبيته. والغنية عن التعريف مسكارة بنفيت البانج، واللي هي تدوم ل36 ساعة، متكونة تركيبتها من جزيئات خفيفة جدا، ما تثقل الرموش، توصل الأصغر شعيرات الرمش وتكثف الرموش، يعني تنطيها سواد فاحم. اللي يعني بصراحة تفاجأت به الباكيجينج، واضح انه الكواليتي عالي. بس يعني ما اعرف، تمنيتكم تحسون يعني تلمسوها وياي، فتشي روعة يعني، بحيث يعني ما تتمنون انه تستخدموها شقد ما ملمسها والباكيجينج رائع. واخذت هذا الفاونديشن من إفسان لوران، الواي اس ال، الدرجة بي 30. هو البشرة الجافة ينطي لمعة خفيفة شلون نقول يعني الاماكن المرتفعة او البارزة بالوجه، مثل الوجنات، الانف، يعني الجبهة، الحنج، هيك يعني. ويا يجي هذا البروشور اللي بتعليمات الاستخدام كل اللغات، جدا خفيف على البشرة، درجته كلش حلوة، تقدرون تستخدمونه بشكل يومي وتدمجوه ويا غير فاونديشن. وهذا اللوجو مالت البراند محفور عليه، فهذا يأكد انه الكواليتي جدا عالي. والرائع اللي من زمان كنت اتمنى اجربه هو فاونديشن هدى بيوتي، واللي هو درجته 130 جي. يعني كل التفاصيل واضحة، حتى الباكيت نفسه ملمسه مخملي يعني بصراحة. لكن اني اللي انتبهت عليه انه هو مو نفس تغليف
الفاونديشن العلبة اللي هي الهدى بيوتي تكون من الأسفل بيها سواد وكذا، مو نفس الشيء. لكن يعني الصراحة روعة استخدمته، بحيث يعني كلش كلش ثقيل، يعني حاولت أطلع من العلبة بالقوة. الأيبرو جل من أنستازيا واللي هو هذه درجته الكراميل براون، طبعا دخل باركود للأمانة، وهذه العلبة مالته يعني دا أشوف أنه اللوغو مالتها، التفاصيل أنه تكون محفورة على الزجاجة العلبة، يعني كل هاي التفاصيل يعني واحد يعرف أنه هي إذا كانت كواليتي عالي أو أصلي أو كوبي. اللون بصراحة ما ناسبني، يعني شوية على شو نقول حنيات برتقاليات. وأخذت هذا الهايلايت من أنستازيا، يعني ما بي باكيج كامل، اللون الروز جولد، يعني هيك يكون كل شيء يناسب بشرتي، بس يعني ما كنت محتاجته، كنت رايدة على ذهبيات شوية. بس أقرب لكم اللون حتى تشوفون الدرجة. لكن الظاهر إنه هي البنت اللي على البيج هذا يعني عندها معلومات واهتمام يعني وذوق باختيار الدرجات وكذا، يعني تفاجئت انه اجى كله مثل ما احب يعني تقريبا. وهذا الفاونديشن من ماك اللي هو الهايبر فيكس وان سي 20 درجته، شويه سمره لكن اقدر ادمج وياها درجه واحصل على اللون اللي اريده، كلش حبيته الصراحه. فينالي فاونديشن شانيل اللي هو 011، وهذه هي المنتجات اللي اخذتها، ان شاء الله استفاديتوا. احبكم، باي باي.